معكم السويني عبد الرؤوف، الكاتب ديال جمعيه المنار للصناع والحرفيين مدينه القنيطره. كيشرفنا شرف عظيم الحضور ديال هذه الوسيله الاعلاميه اللي جات توكبنا، كنشكروها وكنقول كنقدموا هذه الورشه ديالنا، اول ورشه بعد الغير المأسف عليها كورونا اللي اعتقلتنا في المنازل. جينا درنا هذه التظاهره هذه من اجل احياء اللقاء مع الحرفيين والصناع، وخاصه ان تحديات جديده مع يعني في الظروف الدوليه ديال ارتفاع اسعار البنزين والحديث عن الطاقات المتجدده وتأهيل الحرفي باش يكون كيواكب التطورات. اول حاجه عندنا ورشه ديال التكوين في ما يخص تشخيص الكتروني وتشخيص الاعطاب، والاستئناس ومحاولات استئناس المهنيين من اجل استعمالها، لانها هي تقنيه جديده وتقنيه فعاله وتقنيه كتربح الوقت وكترفع من الجوده، من الجوده المقدمه للزبون. كذلك جينا كنتكلموا على السياره الكهربائيه، خاصه ان الحدث ديالنا كيتصادف مع اليوم العالمي للبيئه 5 يونيو، كنحاولوا ما امكن نقدموا السياره اللي ان شاء الله غتكون يعني اللي هي خيار استراتيجي، هي السياره الكهربائيه، نقربوا من الحرفي من هذه التقنيه الجديده ديال السياره الالكترونيه والانظمه ديال الكهرباء اللي كتكون بها والاحتياطات اللي خصنا ناخذوها، وجعل هذا المنتوج هذا ديال السياره الحديثه منتوج يعني مستانس به من طرف الحرفيين. كذلك ما نساوش ان بلدنا هي رائده في صناعه السيارات، هاد الحرفيين هذا هما عندهم هذا الهم من اجل الرفع من القيمه ديال الحرفي وكذلك تاهيله وجعله يواكب التطورات التكنولوجيه والتحديات اللي ضروري ناخذوها ان شاء الله بنجاح، وان شاء الله يكون نكونوا عند حسن ظن الزبناء ديالنا والناس الحرفيين اللي او الزبناء اللي كيقدموا لنا السياره ديالهم باش نصلحوها. السلام عليكم، هند العوني، متدربة في طور التخرج شعبة إصلاح السيارات. احنا سعداء جدا في هذا اللقاء اللي جمعنا اليوم والأول من نوعه في مدينة القنيطرة، ونتمنى كذلك ما يكونش الآخر. صدفة صادف هذا اللقاء اليوم العالمي للبيئة، ونتمنى يكون تبادل المعلومات ويكون استفادة للجميع، ونتمنى المزيد من العطاء لجمعية المنار اللي كتقدم يد المساعدة للعديد من الحرفيين. السلام عليكم، الاسم كامل درسية غوري، متدربة في التكوين المهني لاستيام عمرة قنيطرة. احنا جد سعداء بالحضور ديالنا كتكنيسيان وكوجه المشرف للمرأة الميكانيكية، وان شاء الله ان شاء الله يكون لنا دور كبير ان شاء الله في هذا المجال ديال الميكانيك. معكم عمر فافوري، رئيس جمعيه الوفاء لمصلحة السيارات بجهه الدار البيضاء الكبرى، تقني متخصص في مجال اصلاح السيارات وصيانه السيارات الاسيويه. هذه الدوره التكوينيه اللي كنظموا ان شاء الله جات في اطار الشراكه ما بيننا وبين جمعيه المنار اللي استضافتنا، واللي كان السي عبد الرؤوف الصوني هو الدور اللي عنده الدور الفعال، باش كان واحد اللقاء بيننا وبينه خصوصا مع اللقاء الاخير اللي كان في فاس، تما تعلق بينا وشاف الطريقه ديال الاشتغال ومن تما ارتبطت. هذه الدوره كما قلنا كتجي في اطار دورات تكوينيه كديرها الجمعيه على صعيد المملكه، حاولت تقريبا ما زوا 30 مدينه مشينا ياك، وكانت نجاح يعني في المستوى، وهذاك الشيء علاش يعني التعطش ديال هاد الناس يعني خلى ان السيت ديال الجمعيه يعرف واحد الاقبال. نزيد نوضح شنو الدور ديال هاد الدور، هاد الدور شنو الهم ديالها؟ الهم ديالها شنو هو؟ تاهيل الحرفيين فيما يخص السيارات الكهربائيه. كتعرفوا بانه هاد المشكل اللي طاري ديال انبعاث غازات والتلوث البيئي اللي كنعيشوه خلق واحد النوع ديال واحد التكنولوجيا اللي تحاول ما امكن تحافظ على البيئه بشكل اللي ما يبقاش داك التلوث. ولكن الاشكال اللي كيطرح هو ان السياره كتظهر سياره الهجينه والسيارات الكهربائيه، الاشكال اللي غيطرح من بعد هو شكون اللي غيدير لها الصيانه وكيفاش غدير لها الصيانه. يعني هذا غيستعصي على الميكانيكيين، خصوصا ذوك المهنيين الميكانيكيين العصاميين اللي مازال ما كيعرفوش كيفاش يصلحوا السيارات. لهذا ارتئينا كجمعيه وكمجتمع يعني بشراكه مع جمعيه منار على اساس بان نديروا واحد انطلاقه ديال الدوره التكوينيه اللي غتكون اول مره في التاريخ ديال المغرب، لان كناكد اول مره في تاريخ المغرب كدور دوره تكوينيه كتنظم جمعيات على صعيد المملكه بمختلف الجهات. وغتشوفوا هنا
كان بان يكون واحد الحضور وازن ديال الجهات. كاينين ناس جاوا من مراكش، كاين ناس جاوا من وزان، من تازا، من اكادير، من جميع المناطق المغرب. حنا نتمنى ان شاء الله بان الدوره تكون دوز بخير، وهذا عندي اليقين فيها. البرنامج غيكون كالتالي، وهو انه توزيع تكوينيه، دوره تكوينيه حول السيارات الكهربائيه وما شابه ذلك، دوره حول تكوين تكنولوجيا حديثه السيارات، وفي الاخير سيتم توزيع شواهد ديال المشاركه او شواهد ديال التكوين وشواهد تقديريه، وكذلك تكريم بعض الاخوات المتدربات الميكانيكيات، زائد الى القيدومين ديال الناس الحرفيين في هذا المجال. السلام عليكم ورحمه الله.